لم تعد معارضة التدخل التركي في ليبيا تقتصر على دول الجوار الليبي وسواها من دول العالم، بل وصلت إلى الداخل التركي وباتت تقسمه بين مؤيد ومعارض. فقد بدأت ترتفع الأصوات التركية المعارضة لسياسة الرئيس أردوغان في ليبيا والمحذرة من ضررها على أنقرة، فيما يمضي الأخير في خططه ويسعى للحصول على تفويض برلماني لإرسال قوات تركية للقتال في ليبيا. وسط هذه الأجواء تزداد البراهين والأدلة على الدور التركي المشبوه على الأراضي الليبية، آخرها تأكيد وصول 1000 مسلح من سوريا إلى ليبيا عبر تركيا للقتال في صفوف ميليشيات طرابلس. فهل تنجح معارضة الداخل التركي في وقف الأعمال التركية المشبوهة في ليبيا؟ جهات تريد تحويل ليبيا إلى سوريا جديدة، تحذير صدر عن وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو، لكن يبدو أن وزير الخارجية التركي بدأ متناسيا لدور بلاده الإقليمي باعتبارها أبرز المتدخلين في الشأن السوري، وتحاول الآن تطبيق سيناريو جديد في ليبيا. التذكير الأقوى الذي وجه لشاووش أوغلو بشأن السياسة الخارجية التركية جاء من بلاده نفسها. زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو شن هجوما حادا على السياسة الخارجية التركية في ليبيا، وآخرها محاولات التدخل العسكري المباشر. كليتشدار أوغلو أكد رفضه تأييد أي قرارات من شأنها أن تسفر عن إراقة الدم التركي في ليبيا. وأكد زعيم المعارضة التركية أن السياسة الخارجية لبلاده تفتقد العمق والبعد التاريخي، وباتت تعبر بالمطلق عن توجهات تنظيم الإخوان الإرهابي. ودعا كليتشدار الحكومة التركية إلى استخلاص العبر من الدرس السوري وعدم جر تركيا إلى سيناريو لن يؤدي هذه المرة سوى للقضاء على جنودها في صحراء ليبيا حسب تعبيره. وما بين تناسي وزير الخارجية التركي لسياسات بلاده وتحذير زعيم المعارضة من مخاطرها، جاءت تصريحات وزير الدفاع التركي خلوتسي أوكار لتزيد الأمور وضوحا بشأن الدور التركي في ليبيا، ليؤكد استعداد الجيش التركي للقيام بأي مهمة من شأنها حماية مصالح أنقرة في الداخل والخارج، مصرا بذلك على المضي قدما في فصل جديد من فصول التدخل التركي في دول الإقليم. ومعنا مباشرة من استديوهاتنا في اسطنبول الكاتب والباحث السياسي التركي فراس رضوان أوغلو. أهلا بك أستاذ فراس. كما ينضم إلينا من أنقرة الباحث السياسي بركات قار. أهلا بك أستاذ بركات. أبدأ معك سيد فراس، اليوم يعني يسابق الوقت أردوغان للحصول على هذه الموافقة من البرلمان، ولكن معارضة الداخل يعني تطلق هذا النداء لعدم إرسال الدم أو المقاتلين الأتراك إلى الأراضي الليبية في أجندات وفق معارضين أردوغان تنفذ يعني أجندة الإخوان المسلمين في ليبيا. نعم، يعني حقيقة حزب الشعب الجمهوري ربما أو التكتل المعارض إذا صح التعبير لديه يعني تفاوت بين معارض جدا وبين متحفظ أو لا يريد على أقل تعبير في أن يكون لتركيا تواجد عسكري في ليبيا. ربما سيكون هناك خلاف بسيط أو أقل حدة إذا صح التعبير حول مسألة التفاهم في المسألة الليبية، لكن الطرفان حقيقة متناقضين جدا في الرؤية السياسية في بالنسبة لليبيا، لأن المعارضة تعتبر أن هذا قد يؤثر على العلاقات الخارجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن المعارضة تهتم جدا أكثر بأن يكون العلاقات أكثر مع الولايات المتحدة الأمريكية، تكون أكثر قوة أكثر ارتباطا، وتمشي في نفس ما يسمى إطار الأجندة ربما في هذا السياق. الحكومة هنا تعتبر أن التواجد هناك يعني أننا فرضنا نفسنا على الطاولة الليبية كائنة من كانت الأمور، يعني إن كانت طبعا الآن الوفاق بحد ذاتها، لكن في حال وجودها الوفاق وبعد ذلك كيف سيكون التسوية السياسية ستكون قوية، لكن التخوف الذي تبديه المعارضة هل ستكون التواجد بهذه السهولة، لن يكون هناك صداما مثلا مسلحا بين المحور الأول والمحور الثاني الذي تدعمه تركيا، هذا هو الخلاف الآن القائم. لكن كما تفضلتم في التقرير خلوصي أكار واضح أن الوزير الدفاع ماضي في هذه القضية في ناحية الموافقة في إرسال. سيد بركات، اليوم زعيم المعارضة عندما يقول ستدفع تركيا ثمنا باهظا في هذه المغامرات على
غرار ما حصل في سوريا، انغماس في الحرب الليبية وقتل الشعب الليبي. هل أردوغان اليوم سيتكبد أيضا خسائر مع هذا الخطاب المعارض في الداخل على غرار ما حصل في الانتخابات البلدية وخسارة أنقرة واسطنبول؟ لا شك سيكون انعكاسات هذه السياسة الخارجية المستمرة بالحقيقة في بعد سوريا، خاصة الآن التوجه إلى ليبيا، يعني المعارضة بشكل عام وحتى الشعب، يعني كل أحد يتساءل ماذا مصلحة هذه الوجود في أو المشاركة في القتال إلى جانب فريق في ليبيا من الشعب الليبي، ما هو يعني مصلحة تركيا في هذا الخصوص؟ طبعا بتقديري هناك حسب في مصلحة للسلطة، لسلطة حزب العدالة والتنمية، لا شك هناك في مصلحة، لأنه لا يمكن التراجع عن هذه السياسة الفاشلة اتجاه الإقليم بأكمله كما كان في سوريا أو في العراق، والآن سيتكرر نفس السيناريو تتكرر في ليبيا. ولكن لعدم بديل آخر بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، أنا بتقديري مضطرين هم لأكثر من سبب أن يذهبون إلى ليبيا. السبب الأساسي والمهم هو فشلهم في إدلب والتخبط المستمر، يعني لعدم قيام بالحقيقة بمهمتهم اتجاه الروس واتجاه اتفاقية سوتشي. ماذا يعملون بهذه القوى؟ يعني هاي واحدة. ثانيا في هناك أزمة داخلية شديدة فعلا، هي اقتصادية وسياسية ومعارضة يعني عامة. ثالثا في هناك بالحقيقة مسألة الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط، والمسألة الآن المعادلة الموجودة بين هذه القوى التي حاصرت تركيا في هذا الموضوع. يعني في هذه ثلاث أمور مضطر طيب أردوغان أو حزب العدالة أن يتوجه إلى ليبيا، حتى لو ما أرسل القوات الرسمية للجيش التركي. طيب اسمح لي أستاذ بركات، ومعرف مسبق. نعم سيد فراس، نقطة الحصار الذي تحدث عنها السيد قار اليوم، هل فعلا هذا هو الخطر المحدق؟ النار اليوم في السياسة الداخلية بدأت من أنقرة واسطنبول، والآن أردوغان قد يدفع الثمن أمام معارضيه، وهو أيضا يواجه هذا ربما الخط الواسع الأوروبي من معارضة ما كان يرتكبه من تحذيرات واستخدام للمقاتلين، وهو ينقل اليوم هذه القوة للمتطرفين إلى الداخل الليبي، وقد جاء أيضا التحذير على لسان كونتي رئيس الوزراء الإيطالي. بالنسبة لتركيا أعتقد هناك مسألتين يعني في الداخل التركي لنحددهما. المسألة الأولى هي مذكرة التفاهم، هذه المسألة الثانية هي إرسال القوات. بالنسبة لمسألة مذكرة التفاهم أو هذا الاتفاق الذي جرى بين الطرفين، كثير أعتقد أن الأكثرية في تركيا كان مؤيد في هذه القضية، لأنها أعادت لتركيا كثير من حظوظها في الشرق المتوسط، حقوقها، وأيضا القوة السياسية أو الجيوسياسية في المستقبل القادم. ولذلك هذه قضية ربما سنجد أكثرية ربما مرتاح في هذه القضية. لكن قضية إرسال الجنود، هذه القضية التي الآن عليها الخلاف الكبير، رغم أن هناك كان معارضة حتى في مذكرة التفاهم، لأنها اعتبرتها تدخل في الشأن الليبي سيسبب مشاكل مع الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هناك رسائل مختلفة جاءت من تلك الأطراف أنهم غير متفقين في كثير من الأمور. هذا جعل ربما الآن تركيا تفكر أكثر وبقوة أكثر في الدخول، إضافة إلى التواجد الروسي في تلك النقطة. هناك كان في كثير من قبل تركيا حول مسألة إرسال المقاتلين أو ما شابه ذلك إلى تلك النقطة، لأنها ستريد إرسال قواتها. طبعا كيف ستكون الحالة السياسية؟ نعلم أن هناك سيكون اجتماع برلين الذي الآن تركيا تحاول أن تفرض نوعا ما شروطا في تلك القضية. في حال
أصدر البرلمان التذكرة أي الموافقة في إرسال قوات، وبعد ذلك سيذهبون إلى برلين. أعتقد ستختلف المفاوضات السياسية بين الطرفين، ستتجه إلى اتجاه إيقاف الإرسال وليس إيقاف المذكرة. هذا سيختلف أعتقد في الترتيب القادم. بالنسبة للصراع السياسي الداخلي، طبعا المعارضة تريد كسب مكاسب في هذه القضية من أجل انتخابات قادمة، هي ليس فقط رؤيتها للسياسة الخارجية، لأن لديها نظرة مختلفة حتى في السياسة الخارجية منذ البداية حول أن يكون الحوار مباشرة عبر الأنظمة، أي أدخل مع حاور رئيس الحكومة أو رئيس النظام في سوريا، حتى ربما أجد علاقات مع الرئيس السيسي، وعلى عكس تماما ما تراه الحكومة الحالية. يعني السياسة الخارجية مختلفة، لكن لابد من الاستفادة من هذه النقاط من أجل السياسة الداخلية، لأنها نجحت في المرة الماضية في اقتناص أنقرة وإسطنبول عبر بعض من هذه الاعتراضات التي جلبتها ضد الحكومة في بعض المسائل ومنها المسألة الخارجية. سيد بركات، يعني الخسارة ربما قد تكون وشيكة وأكيدة في الداخل، ما أشار إليه أستاذ فراس الاستفادة من تجارب الماضي، ولكن الثمن أيضا الخارجي والدولي سيكون باهظ بالنسبة لأردوغان. وماذا يعني الذهاب بجنود أتراك إلى مستنقع الحرب يعني في هذه الجغرافيا الضخمة في ليبيا، وأيضا بإرسال المقاتلين وربما بإغراءات مالية كبيرة وضخمة جدا، وهم ينتمون إلى جماعات متطرفة في سوريا وقد تكون نهايتهم أكيدة في تركيا؟ بالحقيقة هذا الإرسال على أي جهة كانت سيكون هناك دفع فواتير باهظة بالحقيقة في هذه الاتجاه، وطبعا بتقديري سيحاول بقدر الإمكان إرسال قوات كما أرسل سابقا، وأنا بتقديري الآن يوجد قوات الآن من المعارضة السورية أرسلت إلى ليبيا وتقاتل، كما الآن تجي في كل الناس تشاهد هذه الأمور. من جانب آخر في هناك بالحقيقة بعد إيديولوجي في هذه الأمر، يعني السراج، قوات السراج وما يمثلها من أخوان مسلمين وقوات جهادية متطرفة معروفة لدى الجميع. لماذا الآن بالحقيقة في هذا الظرف بالذات تركيا ترسل هذه المجموعات، خاصة من المعارضة السورية؟ إذا نتذكر من قبل أسبوع كان هناك مؤتمر اتحاد الإسلام العالمي في اسطنبول، وهذا اترأسه عدنان تنريفردي، هو بالحقيقة رئيس شركة الأمن الخاصة وهو مستشار للرئيس الجمهورية، وهناك ما اتخذ من قرارات وإعلانات تبين بأنه يوجد هناك هدف إلى 61 دولة لمنظمات ومجموعات تدريبها في تركيا لتطبيق مشروع الطروحة الإسلامية التركية، وباستعجال لإظهار المهدي المنتظر. طيب لا أريد أن أخرج يعني عن الموضوع الرئيسي أستاذ بركات، ولكن الهدف أيضا سيكون مواجهة. نعم. أيضا مع الاعتدال، مع دول الاعتدال الإسلامي. لا بالحقيقة حبيت أنا أركز لهذه النقطة، لأن هناك ليست الأمر فقط إرسال قوات مجرد عسكرية ووجود وقتال إلى آخره، يوجد هناك خطة وبرنامج إيديولوجي سياسي اتجاه الإقليم واتجاه كل الدول الإسلامية الموجودة في المنطقة، وخاصة للدفاع والحماية الإخوان المسلمين المنتشرين بعدة دول من هذه في الإقليم. لذلك الآن كما كان في البداية لا يتراجع عن خطته وعن برنامجه اتجاه الإقليم بتأسيس هذه القوى الإسلامية المتطرفة أو الإخوانية على الأقل ونشرها في كل هذه المنطقة، ومنها طبعا لا شك سيصطدم
هناك بعدة دول عربية وأسلامية. طيب في هذه الخصوص أستاذ فراس، خطورة اليوم هذه الأجندة والتي باتت أجندة مكشوفة لأردوغان كما قال السيد قار هي مغامرة. نعم. ماذا يعني أن يتقهقر الجنود الأتراك في العاصمة الليبية طرابلس وفق هذا المخطط، وأي أثمان سيعود ليدفعها أردوغان وحزبه الحاكم في الداخل مع هذه المعارضة الداخلية ومع هذه المواجهة إن كان مع دول الاعتدال أو مع العواصم الأوروبية ودول الجوار الليبي؟ أنا لا أعرف تماما المقصد في كلمة أن تواجه الجنود الأتراك. أنا لا أظن أن في حال ذهاب الجنود الأتراك إلى هناك هل سيكون هناك اشتباك مباشر بين القوى التي تدعم حفتر مع القوات التركية؟ إذا نحن سندخل ربما في حرب دولية عالمية كبيرة جدا. أنا لا أظن أن هذا سيحصل. ربما سيحصل إذا كان سيكون هناك إرسال للقوات التركية، سيختلف ميزان القوى في حال كما هو عليه الآن. كيف ستكون هذه القوات؟ كم سيكون عددها؟ أعتقد حتى هذا مرتبط في اللقاءات القادمة. يعني في حال كان هناك تراجع من أجل إيجاد حلول سياسية مثلا، لأن تركيا تعتبر أن المشير حفتر هو يقوم بانقلاب عسكري وغير شرعي على حكومة شرعية في ليبيا. إذا هناك لا وجود أو لا رؤية في هذا المنظار على أن الطرف الثاني قد يكون ممثلا سياسيا لديها. في حال تم التراجع ستتدخل الدول الكبيرة، بريطانيا، فرنسا، أمريكا، إيطاليا إلى آخره، مصر ربما. نعم. وأخرى. نعم. بإيجاد الصيغة التي هي ستكون في برلين أعتقد ستختلف الوضع القادم في ليبيا. وربما هذا ما جاء على لسان كمال كليتشار أوغلو يعني زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض. شكرا لضيفينا من العاصمة أنقرة مباشرة كان معنا الباحث السياسي بركة قار، ومن أسطنبول الكاتب والباحث السياسي فراس رضوان أوغلو. شكرا جزيلا لكما.